حقوقنا ترجع لينا، الحلول فينا هي، سنسمي هذا الشيء والحلول فينا هي، هذا عيب هذا عار، هذا عيب هذا عار، والتجار في خطر، والتجار في خطر، هذا عيب هذا عار، هذا عيب هذا عار، والتجار في خطر، يا مسؤول نتخدم والتجار في خطر، يا مسؤول نتخدم والتجار في خطر، يا مسؤول نتخدم والتجار في خطر، والحالة ما هي حالة، 7 سنين وانا نشكي، والحالة ما هي حالة، ريت حقي باش نعيش، ما نسرق ما نبيع حشيش، ريت حقي باش نعيش، ما نسرق، هذا عيب هذا عار، والتجار في خطر، هذا عيب هذا عار، والتجار في خطر، كيف اليوم كيف غدا، وحقي ولا مدة، كيف اليوم كيف غدا، وحقي ولا مدة. في إطار سلسلة ديال الوقفات الاحتجاجية إن شاء الله اللي باغيين نخوضوها من أجل المطالبة بالحقوق ديالنا، هي حقوق مشروعة، حقوق ديال المستفيدين بما يسمى بالتجار، حقوق الساكنة، حقوق المدينة، لأن ضاعت بين هذه المجموعة اللي بما يسمى بأسواق القرب. هذه أسواق القرب فهي خاصة إعادة النظر وإعادة التثمين وإعادة الهيكلة، لأن هذه الأسواق لا تمثل مدينة طنجة لا من حيث الجمالية ولا من حيث الصحي، المنتوجات كتعرض بطرق غير صحية. ثانيا وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لهذه الأسواق، فهاد الناس كاين اللي ما كيتوفرت على شي وثيقة، حتى الوثائق اللي كيتوفر عليها فهي ضعيفة جدا، مسدودة بزاف ديال الآفاق في الوجه ديالهم، مسدودة ما كتسمح لهمش بزاف ديال ما يعدوا السجلات التجارية مثلا، أو يطلبوا قروض أو يبرموا مشاركات، فهي مسدودة في الوجه ديالهم. ثالثا هو كنطالبوا بتفعيل المقاربة التشاركية فيما يخص هذا الموضوع ديال إعادة الهيكلة ديال أسواق القرب ومحاربة العشوائية بكل المظاهر ديالها. كنحتجوا على الأسواق القرب كافة، طنجة كاملة، وأنا بالخصوص رئيسة السوق بوسلهام سيدي دريس. عندنا فيه المعاناة، المواطن ما عنده كيفاش يعمل يمارس فيه البيع والشراء. عدة المطالبات كنطلبوا لا حياة لمن تنادي. عندنا خصنا كنطلبوا إعادة الهيكلة هي الأولى، والتصميم الداخلي داخل يعني لا يليق للبيع والشراء. عندنا بقعة صغيرة 2 متر على 2 متر، ملي كيجي الخضار يجيب 4 سنادق 8 سنادق ما عندهم فين يحطهم، وكذلك القصدير من فوق عريان كيدخل الشحط من كل جهة، وكنعانيو المواصلة حيت داك السوق بحال اللي غنقول لك مختلط، فيه البعد أكثر من القرب، عطاوه للناس اللي ماشي هذه من جهة. وعندنا المعاناة أكبر وأكبر هو البيع متجول في الشارع، قطعوا علينا الرزق. يعني هادوك اللي داخل في السواق مني شافوا كل شيء كيبيعوا شري في الشارع، هما بيدهم حتى هما مشاو للشارع، وكنبقاو غير حنا اللي عندنا يعني ما كنقدروش نخرجوا للشارع، كنعانيو بزاف، وكنطلبوا الله تعالى يسمعوا لنا المسؤولين. حنايا باش نقول لك واحد القضيه، راه حنايا كنا ديجا من اصحاب ديال المحطه الطرقيه، هذه باش نعطي هذه النقطه هذه ونركز عليها. حنا من اصحاب المحطه الطرقيه، وهاد اصحاب المحطه الطرقيه حنا عوضونا لا المحطه القديمه ملي كانوا حيدوها، عوضونا بالاسواق القرب، ولكن حنا هاد اسواق القرب اللي عوضونا بها من ديك العام هذاك 2019 راه باقيين دابا ما خدامينش. حنا دابا تهمنا راه تهمشنا، الناس هاي محطه خدامه الكرام باقي كيمشيو، الناس باقي خدامين، وحنايا اللي بدلونا من تما راه باقي ما خدامينش. حنا كنطالبوا هاد المسؤولين، وكنطالبوا ماشي غير شي حاجه المسؤولين اللي هما زايد على هاد المسؤولين اذا كاينين يشوفوا من الحل هاد الناس هادو. راه حنايا دابا ولينا من سوق القرب، راه بحالنا بحال هاد الناس هادو، راه بحال عطاونا ديك بلاصه في السوق، راه خصهم يخدموا لنا السوق. الدوله راه خسرت عليها واحد الميزانيه صحيحه، وباش كونت هاد السوق وتعمل النظام، وكنقولوا حنا غادي ننظموه. اش غننظموه؟ ننظموه بعد غير هذا الشيء اللي عملناه من قديم، عاد ننظموا شي حاجه اللي هي مستقبل. هذه الهضره اللي غادي ننطق بها واللي غادي نقولها دابا. انا كنطلب وعاود نقولت، انا كنطلب من السي الوالي يشوف من هاد القياد اللي كاينين، زعما ماشي غنتهموهم بشي حاجه او لا نقولوا لهم شي حاجه، لا حاشا، غير هو يشوف هاد السي يدور، يشوف يراقب ويهضر مع هاد القياد ويهضر مع هاد البشاوات، يحاولوا ما امكن. حنا بيدنا، انا بيدي، انا واخا عندي السوق بعيد عليا وما كنمشيش ليلو، وانا بالحومه ديالي ما نبغيهاش تكون مهمشه. حنا بالمركب قيد حياتي، المركب التجاري، تما الموقع فاشل لا يبث اطلاقا للتجاره، وهناك لم تقم مبادره تشاركيه مع السلطات، لان شكون اللي كيحس بالضربه؟ غير اللي كيعيش فيها. وهذا الموقع لا يبث اطلاقا للتجاره. مركب دشنو سيدنا الله ينصرو، رغم ذلك لا يفيد اي واحد. كل الجل يموت هناك جوعا منذ 7 سنوات، وحنا كنتوفاو. والان درنا هذه الوقفه احتجاجيه فيها جميع الاتحاديه، فيها جميع الاسواق، تقريبا شي 10 الاسواق وفيدراليه، ونحن كاتحاديه نطلبوا بالحق اعاده الهيكله. الهيكله العشوائيه انتهت، ونريد، لا نحب العشوائيه. هذا عار، هذا عار، التجار في خطر، هذا عار.